Evet. Şimdi nereye ulaştık? Basana olsa. And Anna. 2. 12. 12 Tamam. öyle 2. 12. Tamam. Kadın. Kadınlar. Kadınlar. Aynen. Kadınlar. Tamam. 13. Kadın yani imra. Kadınlar yani nise. 13 burada mı? 13. Değil. 14. Bu da burada değil. 15. Evet hocam. Tamam. 15. Lokanta. Lokanta. Lokantada. Evet. Lokantalar. Yani mata'm. Niye yazmıyor? Lokantalar. Lokantalar. Mata'm. Mata'm. Lokanta. Tamam. 13 geldi mi? 14. Tamam gelmedi. Ömer paket. Evet hocam. Paket. Paketler. La mu be ma haket paket. İş kılıt. Şu var hocam. Ne fi mi? P. P harfi. P. Paketler. Pa. Pa. Paket. Paketler. Ler ve lerler. Ya hocam şu. Salli an nebi. Allah'a salli an nebi. Lazım ta'tina tariqa l-terqiq. Ha? Yani أنا أسعى في كثير كمان طلاب بيخربطوا يعني بكون بدهم يقولوها لار يقولوها لير يعني أنت كيف علي فبدنا طريقة للترقيق تكون ظابطة يعني أنا بكون فاهمها بكون بحكيها صح تمام بس تطلع معي غلط ليش لا تستعجل شوي شوي أنت مو كاتبه بقولكم اقرأوا بلك بلك كاتبه تمام بقول لكم اقرؤوها هجاء مثلا با كيت لار اقرؤوا هيك انا بقبلها تطلع صح ما في داعي تقرؤوا لي اياها بسرعه بدي اياه يكون نطق صح وبكفي حاليا انا قاعد بحكي عن اللار واللار انه يعني شو اللي بيختلف بيناتنا الاشي البسيط بس الآ والآ اخذنا الاحرف يا harfleri aldık. Akhadet bağırıp bağırıp alfadın kulli kelimat. Velakin billar ve'l-thani hayi bidiş egul hessa. Udol bakharbat fiyin. Lar. Bakharbat billar. Bes. Sen l-ahruf hasab hadol. Bes mesela. Fiyanna lar. Fiyanna lar. ايش الفرق بيناتهم؟ الا والا لار لار ولير اينا ايش اللي ما فهمتوه رجعوا اسالوني باكيت عيد باكيت 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 لار لار اينا هلا فهمت؟ لار أنا فهمان هوجم ما حتى يعني ما شاء الله حتى شرحك ما شاء الله بس أنا قصدي عن اللار هاي اللي مرات يعني حابب بخربط فيها شوي. تمام. 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 On dört geldin mi? 15. تمام ما هوجم. تمام. أنا قريت مرتين بس on üç ما موجود. أقرأ عادي ماكو مشكلة تمام أقرأ باتاتس باتاتس لير باتاتس لير أينان باتاتس لير
patatesler. Patatesler. Patatayat. Tamam. مسحته ما بعرف إذا لحقته تكتب ولا لا. نشوف هاد. القاعدة كل قاعدة أخذناها بالكتابات، بالقاعدة اللي بعدها عم نستخدمها، بالقاعدة اللي بعدها رح نستخدمها. هيك رح يكون دائما هيك لواحق التركية كتير يعني. فكل لاحقة ناخدها لازم تفهموها وتحفظوها، لأنه رح نستخدمه بالقاعدة اللي بعدها. الله اشتكمة، الله اشتكمة، يعني اتفقنا؟ الله اشتكمة، الله اشتكمة. تمام. هلا هون صورو، صورو يعني سؤال. شوفوا مثلا الم قلنا يعني هل، م مي مو مي م. امتى بيجي م؟ سؤال استفهام. آ أ، إذا إجوا هدول الحرفين الآ والأ صير عنا السؤال م. إذا إجا يعني نفس اللي فوق آخر حرف بالكلمة، إذا إجوا من هدول الأحرف بمعنى. إذا إجا آ إي صير عنا مي السؤال مي. أو أو بياخذ مو. أو أو مو. واللي بعده عندنا الـ أ إي بياخذ مي. إذا إجا منقط ناخذ نقط مي. إذا جاء أو أو بدون نقط ناخذ مو. إذا جاء آ إي بناخذ مي. إذا جاء آ أ بناخذ م. مثلا شوفوا هون صورو يعني بيجي سؤال حسب الكلمة اللي هون، حسب الأحرف ناخذ م مي مو مي، واحد من هدول يعني. والجواب يكون أبد والكمالة نقطة، أو هاير يعني لا وكمالة ديل نقطة إنه ليس. نشوف تحت الأورنك المسلم. تمام. شمدي أورنك يعني مثال. بو دولاب آ قاعدة دولاب م، ارفع شوي. شوفوا جاء أ، انا لاحقة اخذنا م، باردون مو لاحقة. انا سؤال، هل هذا هل هذه خزانة؟ بمعنى بو هذا دولاب خزانة م، هل بو دولاب م؟ الجواب دائما يا بكون أبد او هير. أبد هير يكون نعم أو لا. بو دولاب م. جاء ناخد أ م م. بو دولاب م. أبت دولاب. أبت نعم خزانة دولاب. الثاني بو مصا أ. بو مصا م. ما لازم نقول مصامي غلط. ايش نقول؟ بو مصام ا عارفة. بو مصام هير لا مصدي. يعني ليش حاطين بين قوسين؟ يعني فيكن تكتبوا فيكن ما تكتبوا. انه لا مقعد مثلا، هاد ايش تحكولو؟ قولتك مقعد. مصدي يعني ليس طاولة. قولتك قولتك نقطة. شوف بعد الهاير في فيرجول، فيرجول فاصلة. قولتك نقطة. هون في صورو إشارة. صورو شو يعني صورو؟
يعني سؤال صورو 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 إشارتي إيش هو الاستفهام صورو إشارتي هاي يعني هاي الإشارة الإشارة صورو إشارتي علامة استفهام أينن نقطة نقطة virgül virgül iki نقطة iki نقطة iki يعني اثنين يعني نقطتين iki نقطة cevap nasıl bu bilarabi cevap şimdi burada bu masa mı bu masa mı hayır hayır masa değil masa değil koltuk koltuk bunlar köpek e köpek mi mi e geldi e önce e hadna mi bunlar bunlar köpek mi bunlar köpek mi yani hadol kleb evet köpek evet naam kelp şufu cevap fina kul köpek fina kul köpekler abdestim evet köpek yani naam kilab şimdi burada soru var yon esile sorular var 6 aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. Yani مثل اللي فوق بالامثله اللي فوق نحل تحت. مثلا خليني احل لكم الاول. Şimdi bu öğrenci ايش راح يكون الجواب؟ مي ليش؟ لانه اجى اي Bu öğrenci mi? Öğrenci mi? Bu öğrenci mi? هذا طالب أو تلميذ. Evet. نعم. يقول öğrenci. إذا كان طالب öğrenci. Evet. Öğrenci. Hayır. نقول مثلا معلم أو نقول ليس طالب. ليس طالب öğrenci değil öğrenci değil öğrenci değil ve sonunda bir nokta var yani nokta öğrenci değil öğrenci değil Bu öğrenci mi? Öğrenci mi? Şufu leş akadet mi? Lannu hon el e yahut i. Mi. E i alıyor. O yüzden mi aldım. Mi. Bu öğrenci mi? Evet öğrenci. Hayır öğrenci değil. Şufet bunlar. Bunlar. Bunlar yüzük yüzük eşrah yahut ezece ü yüzük mü bunlar yüzük mü yüzük yani hatim bunlar hadol hatim bir mana bunlar yüzük mü evet ya menkul evet Yüzükler, ankul, evet bunlar yüzük. Ankul, hayır bunlar yüzük değil. Ya da ankul, hayır yüzük değil. Merhaba bu nedir o da. Yani hellem mitel lifo. Hon seb'a mesela katmin kul cevap. Evet bu sandalye. Evet bu sandalye. يعني نعم هذا أو هذه هذا كرسي إيش يكون الجواب؟ بو
sandalye mini kılıyor. Kul mı ve mi mu mu. Mi. Mi aynen. ليش؟ لأنه إجا مي لأنه فيها إيه؟ أين آخر حرف؟ آخر حرف من الكلمة حرف بقول بو صندالية مي بو هاي أكتبها كتابي أحسن بس سؤال أبيت بوير يعني هو بينهم توافق لفظي يعني بين الكلمة والمي والمو توافق لفظي يعني إذا ما كنا حافظين الإملاء فمن اللفظ صح؟ يمكن تخربطي هي بصير خربطة تمام هو بالضبط مثلا أنا نسيانا القاعدة بس لما ألفظ لحالي أعرف دور سوليوس كمان صح هو بس إيش لأنه أنتم مبتدئين الواحد بينسى هو صان ضال يا مي الصور إشارتي هون ليك تمام النت طالعني راح النت عندي تمام كنا هون قلنا بو صندال يمي الرقم 6 و7 وظائف رسم الرسم حاولوا انكم تقرأوا هدول وتكتبوا هدول عم تسمعوني صح؟ تمام حلو هاد الثامن كمان برص مثلا هون وين باريس 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 مثلا برص هون مصر بعرف بس هون ما بعرف هون وين حدا بيعرف لندن 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 تمام لندن آيا صوفيا هاي تركيا آيا صوفيا هون باريس هون مصر لندن مثلا burası كاتبين آيا صوفيا burası büyük ve çok güzel يعني هون كبير büyük burası burası يعني بمعنى هذا المكان أو هذا aynen هذا المكان büyük ve çok güzel كبير وكتير حلو çok يعني كثيرا çok güzel. في عنا هون إيش دينلنما يبمجاز. في عنا يازما هون. يازما الكتابة يعني. رسمة بقلم نسنلري يزلم. يعني خلينا نطلع على الرسمة ونكتب الأشياء الموجودة هون. مثلا في عنا تخت يطاك. في عنا كولتوك. صندالية. فازو. تيتشيك. هدول الكلمات حاولوا انكم تطالعوا هون وتكتبون هون تمام براسيب يعني هذا المكان بيت شراس الصالون فينا صالون بو كولتوك كولتوك هذا المقعد الأزرق كولتوك يعني هذا مقعد ونحاول نطالع مثلا براسيب شراس الصالون بو كولتوك على هذا النمط نكتب مثلا براسف كمان نكتب شراسي أنا واحد منهم مثلا نختار المطبخ شراسي مطفق نقول اختاروا شيء منه مثلا بو ايش ناخذ دولاب دولاب خزانات مثلا أو المعالق المعلقة هون معالق كشك أين كشك أو الكاسة ماردك طبق حي الله شيء من على هذا النمط من كل مكان مثلا غرفة النوم البانيو
Onları hepsini burada yazın. Tamam mı? Sonra da konuşma yaparız. وبعدين نسوي الكونش مع التحدث الدرس الجاي إن شاء الله. Bugünlük bu kadar. Bir emriniz var mı? Bir emriniz var mı? Mil اللي عنده أسئلة مثلا. حدا عنده أمر شيء بده يسأله سورسو var mı? أمرينيز. بالدرس وغير الدرس. أمرينيز var mı? Şufu kedevet var mı? Ece A, had I. Son tasadüfen ha. Tasadüfen. Ense bir nesvele tabiyle hadı. Ma kemmelna yani vizife ve laki. Ano hadol li fok? Vazaf. وظائف هذول دائما وظائف انتوا تحلوها وبعدين نحل مع بعض. سؤال 6 و7 مو 6 و7 و8 حليت واحد منه بس تقرأوا هذول على حسب هذول اخذنا البرص النرسه شو راس النرسه قرص النرسه واليازمه حكيت لكم اورنك انه بتكتب واحد والكونش ما أساوي درس الجاي إن شاء الله تمام إن شاء الله تمام وزمان إي جيجلر إي جيجلر إي جيجلر إي جيجلر